يعني هون في طلاب اعلاميين بلا حدود بالاضافه لصحفيين عم بزور عده مناطق في الضفه الغربيه، عم يتعرفوا على اشياء من خلالها كانوا بيسمعوا عنها بس ما بيعرفوها عن قرب، خاصه المناطق المهدده، اغلب المناطق المهدده بالاستيطان ومصادره اراضيها. وباعتقادي هو شيء كثير مهم عشان الصحفي يكون عارف لما بده يتخرج الطلاب يكونوا صحفيين يكونوا عارفين عن السياسات الموجوده. احنا اليوم ضمن مبادره فلسطين الجميله اللي بتنفذها اعلاميون بلا حدود لطلاب وخريجين الاعلام الجدد في الضفة الغربية، تستهدف مجموعة كبيرة من طلاب الإعلام. بنهدف إحنا كمؤسسة أصلاً إلى خلق مساحات للطلاب للتعبير عن أنفسهم. بالتأكيد إنه مش جميع الطلاب بيقدروا إنهم يروحوا يتطوعوا ويتدربوا في المؤسسات الإعلامية هاي، لذلك نأخذهم على مناطق سياحية بهدف التدريب والعمل والكتابة عن هاي المناطق. اخترنا 5 مناطق مبدئياً في الضفة الغربية لزيارتها، مناطق غير ما السكان ما بيعرفوها. بنحاول إنه يجي يساهم الطالب بالعمل التطوعي نفسه وبالكتابة عنه، ونقوم بدورنا بمساعدته بنشر التقارير والمواد هاي لتعريف الناس وتشجيع السياحة الداخلية. اليوم احنا موجودين 60 طالب وطالبة من مختلف الجامعات بمنتزه بنات يعقوب، وهو من المنتزهات الجميلة بمحافظة طول كرم. فعلا يستحق العمل ويستحق الكتابة عنه، بالذات انه بدمج ما بين الخضرة والطبيعة وما بين الاثار القديمة الموجودة هون. جاهزين؟ مع حنون مدير مركز تدريب وتطوير القدرات في بلدية طول كرم. احنا اليوم مع مؤسسة اعلاميون بلا حدود في عمل تطوعي في متنزه بنات النبي يعقوب اللي يقع على المعبر وعلى خط التماس، وهي نقطة مهمة جدا، ونعمل على احياء هذا المكان وتطويره ولفت النظر الى خصوصيته من الناحية التاريخية والاثرية. بنتأمل مع هذه الصواعد الفتية اللي اجتنا بعد فترة طويلة من غياب العمل التطوعي، حيث كنا قد افتقدناه منذ فترة، انتعش في 76 حتى 92، ثم أخذ فترة بيات شتوي طويل حتى 2010 أو 2011 ورجع تمشط مرة ثانية. بهذه السواعد بنأكد أنه ما زال في بالبلد خير، ما زال أنه إحنا في عنا نفس تعمل بدون مقابل من أجل تجميل هذا الوطن. البيت يشجع حدا.